السعودية تعلن رسميا بنود الاتفاق مع الحوثيين. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا عن بنود الاتفاق الذي توصلت إليه مع جماعة الحوثي بوساطة من سلطنة عمان لإيقاف الحرب، وطرحته رسميا على مجلس القيادة الرئاسي بالعاصمة السعودية الرياض. جاء هذا الإعلان السعودي في صحيفة الشرق الأوسط السعودية الخميس بنشرها ما سمته خريطة سلام شاملة للأزمة في اليمن، مؤكدة أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة لها برعاية الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إن الخطة تنقسم إلى عدة مراحل، وفي مقدمتها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين الكل مقابل الكل، واضحة أن الخطة التي تتم مناقشتها تنقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى 6 أشهر ثم 3 أشهر وأخيرا 2 سنين، إلا أن المصادر نفسها أشارت إلى أن هذه الترتيبات الزمنية ما زالت خاضعة للنقاش، وقد يتم إجراء تعديلات عليها حسب ما تراه الأطراف اليمنية لصالح إنهاء النزاع. ولفتت الصحيفة إلى أن الخطة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها حسب المصدر في مرحلتها الأولى بإعلان وقف إطلاق النار، ثم تشكيل لجان فنية لدمج البنك المركزي وتبادل الأسرى الكل مقابل الكل وبناء ثقة بين الأطراف، ثم مرحلة التفاوض المباشر لتأسيس كيف يرى اليمنيون شكل الدولة، تليها مرحلة انتقالية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.